في إطار توجه الدولة نحو رفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة جديدة باسم الجامعة المصرية بالعالمين، ومقرها منطقة تل العيس بمدينة العالمين الجديدة بمحافظة مطروح. وفي تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، أكد أن منظومة الجامعات التكنولوجية ترتبط بقطاعات الصناعات والتنمية، لافتاً إلى أنه يجري التوسع في إنشائها. في إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن خلال مناقشة جدول أعمال مجلس الوزراء الذي عقد اليوم، كان هناك مواضيع خاصة بوزارة التعليم العالي متمشية مع هذا التوجه الذي أشار إليه دولة رئيس مجلس الوزراء، وهو الاهتمام بدعم القطاعات المختلفة للدولة، وخصوصاً القطاع الخاص في الاستثمار في مجالات التعليم. فكان هناك جامعة أهلية، مشروع قرار السيد رئيس الجمهورية لإنشاء جامعة أهلية، وهي جامعة بنها الأهلية، أيضا جامعة خاصة باسم جامعة المصرية بالعالمين، وهناك أيضا إضافة بعض الكليات بجامعتين خاصيتين بجامعة المصرية الصينية وجامعة الدلتا بجمصة.